النهارده هنتكلم على فيلم Unfriended وهو بيدخل نعمل دي قبل النت بس اهي سهله وبسيطه اهي. النهارده في حلقه جديده على هوم سينما في البيت، والفيلم اللي احنا اخترناه النهارده في هوم سينما في البيت هو فيلم Unfriended. Unfriended هو فيلم من بطوله ان هي شباب صغيره لسه مش معروفه على الساحه الفنيه. اخراج ليفا جابرياتزي، مخرج لسه برضو يعتبر جديد. Unfriended يعتبر الفيلم الوحيد اللي هو عمله اللي ضرب او سمع مع الناس، يعني كان عامل فيلمين تانيين تقريبا بس ما سمعش مع الناس. هو Unfriended الفيلم الوحيد اللي كان عمله وعمل ضجة مع الناس. بتدور احداث الفيلم ان مجموعة من الصحاب دايما متعودين ان هم كل يوم يقعدوا على السوشيال ميديا، وخاصة بيفتحوا برنامج سكايب. برنامج سكايب بيقعدوا فيه طول اليوم او كل يوم بالليل مجموعة الصحاب دول علشان يقعدوا يهزروا ويتكلموا مع بعض وكده. يوم من الايام بتحصل حاجة غريبة جدا، في اكاونت بيظهر في الكونفرنس روم بتاع صحابنا دول، بيحاولوا يعرفوا مين الاكونت اللي ظاهر ده، ممكن يكون هاكر او ممكن يكون فيروس. الشخص اللي دخل معاهم الكونفرنس روم ده بيبدأ واحده واحده يطلب منهم طلبات غريبه جدا، والطلبات دي لو ما اتنفذتش ممكن ينتهي معاهم الحال للموت. الشخص اللي بيتواصل معاهم على سكايب ده بيقول ان هي لورا بارنز، يعتبر من الشله يعني اللي كانت مصاحباهم، وفي يوم من الايام انتحرت بسبب التنمر اللي تعرضت له بسبب فيديو من الفيديوهات بتاع صحابها اللي رفعوه على النت. فيلم Unfriended من اجمل افلام الرعب اللي الفكره بتاعتها كانت لسه جديده، وانا بصراحه ما شفتش الفكره دي في اي فيلم رعب تاني. والنقط اللي كانت حلوه برضو في الفيلم ده الصوت النوتيفيكيشن اللي كان بيظهر ثوابت على فيسبوك او بتاع سكايب او كان بتاع الاي مسج، بيحسسك فعلا ان انت قاعد مع كونفرنس روم مع ناس فعلا انت قاعد معاها في الفيلم. Who is doing this? This is Laura's account. Who would hack into a dead girl's account? Maybe it's Laura. اللي بيعجبني بصراحة في الفيلم ده ان كانت زي ما قلت ان فكرته جديدة وما تعرضتش قبل كده في السينما، ان يبقى في مجموعة صحاب بيبقوا فاتحين برنامج سوشيال ميديا زي سكايب او حاجة فيها كونفرنس روم يقعدوا يتكلموا ويظهر معاهم قاتل في او يظهر معاهم شخص معاهم في الكونفرنس روم بيهددهم بالقتل. عشان كده الفيلم ده كان فريد قوي من نوعه، مش لازم عشان يكون فيلم رعب يطلع لي سيريال كيلر يقتلني او يطلع لي حد من التلفزيون ويطلع لي وحش يفترسني او يطلع لي حد من الثلاجه او الحاجات الغريبه دي كلها. ناس كتيره ما عجبهاش الفيلم، على عيني وعلى راسي، ده ذوقهم او حسوا ان هو مش لونهم قوي الفيلم. انا بصراحه الفيلم ده عجبني جدا وحسوا اندر ريتد بطريقه مش طبيعيه، والفيلم حلاوته فعلا بجد ان هو اللي يتشاف في السينما، وكان نصيبي ان انا شفته في الحمد لله في السينما. في فرق كبير قوي لما تتفرج على فيلم وبالذات لو فيلم رعب تتفرج عليه في السينما او تتفرج عليه في البيت. النقطة اللي ما عجبتنيش ان هم عملوا منه جزء تاني كان اسمه Unfriended Dark Web. ده بصراحة انا كنت ضد الفكرة ان هم يعملوا جزء تاني، لان الجزء التاني اخد مسار تاني خالص، وحسيت ان هم مجرد استغلال للفكرة بتاعت الجزء الاولاني مش اكتر، لان الجزء الاولاني كان اتصرف عليه بتاع مليون دولار وجاب اولموست 64 مليون، فالفيلم اتصرف عليه ولا حاجه وجاب فلوس قد كده فقد كده، فحسيت ان الحته دي بقى بيستغلوا يعني. والجزء الثاني طبعا ما عملش ضجه اصلا خالص، والهايب ما كانش فيه هايب اساسا زي الجزء الاولاني، والفيلم اصلا كده كده كمان مش طويل، الفيلم اخره اصلا ساعه وتلت، فهيشدك من اوله لاخره ومش هتحس اصلا انك اتفرجت على فيلم، هتحس ان فجاه هوبا وقيت في النص الفيلم هوبا وصلت لاخر الفيلم، مش هتحس اصلا بمتعه الفيلم لانك هتحس ان انت اصلا قاعد حرفيا على سكايب معاهم وبتشوف ايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل في
في الاخر. بس ده كان فيلمنا النهارده في هوم سينما في البيت، فيلم انفريندد. حبيت ان انا اقترحه عليكم، بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها على الفيلم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام. واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.